شكرا. طيب احنا بس هنستاذن حضراتكم قبل ما نختم معاكم الحلقه، ما نروح مره ثانيه لزميلنا العزيز فاروق صلاح عشان برضو نعرف منه اخر المستجدات. فاروق اهلا بيك مره ثانيه، اتفضل. أنا بقى خلاص من جديد كل التحية ليك يا كريم، كل التحية ليك أنا هواندي. طبعا برحب بالدكتورة ماجي الحلواني طبعا، وعايز أبارك لها على إصدار كتاب عائلة إمام الكروية. طبعا عائلة ليها باع طويل جدا في كرة القدم المصرية. لكن خلينا أقول لك يا كريم، إحنا بنتكلم على آخر استعدادات فريق النادي الأهلي إلى السفر إلى المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا. يعني خلينا من ضمن الأخبار الحصرية لينا من خلال قناة النادي الأهلي، أأكد لك على سلبية مسحة جميع أفراد بعثة فريق النادي الأهلي المستعدة للسفر إلى المغرب إلى كازابلانكا. أيضا من النقاط المهمة أن الفريق الأهلي بالكامل، الأهلي بكامل عناصر فريق النادي الأهلي، يعني وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وكريم نيدفيد وجميع أفراد بعثة لاعبي النادي الأهلي كلهم مسافرين مع الفريق إن شاء الله إلى المغرب. فريق هيستقل الطائره في تمام الساعه 4 الى المغرب ان شاء الله. يعني من البرنامج اللي قدرنا يعني خلال حديثنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ان الفريق اول مران ليه هيكون غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 8 بتوقيت المغرب، 9 بتوقيت القاهره، وهو نفس توقيت المباراه هيكون اول مران للاهلي غدا ان شاء الله في المغرب، بكل الطموحات بكل الاحلام محمله للاعب النادي الاهلي اللي انهى المران اليوم منذ لحظات دقيقه، يعني لحظات قليله انهى الفريق المران اللي يعني غلب عليه الجديه والنديه والتركيز ما بين اللاعبين والروح الجميله. يعني من ضمن كلام اللاعبين مع بعض في الملعب، يا جماعه عندنا ماتش مهم جدا كمان 5 ايام، كلنا نركز في هذه المباراه ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي طبعا اللي بيرأسها الكابتن محمود الخطيب ترجع لنا ان شاء الله بالبطوله العاشره. وزي ما انت قلت يا كريم وقالت نهواد، ان شاء الله يوم الاحد نحتفل ونقول صباح العاشره بمشيئه الله صباح النادي الاهلي. وصباح النصر. نورتنا وبنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح، وان شاء الله زي ما كنا بنقول من شويه انا ونهوان توصلوا بالسلامه ان شاء الله. طبعا الفريق والبعثه بالكامل توصل بالسلامه وان شاء الله يرجعوا لنا سالمين غانمين. هنشوف كوره حلوه بالدرق. كمان دي اهم حاجه. هنقول باذن الله، بس يعني عايزين كمان نشوف كوره حلوه وده اكيد واثقين منه.